نهار ما زلنا مواصلين معاكم على راديو ميد حتى للسبعة متاع العشية. تحية للناس تعقد بينا في الاستماع. نمشي وتوتسويت لخدمتي ونحبها. خدمتي ونحبها. اليوم في خدمتي ونحبها باش نحكيوا على مهنة المدير التقني فاش تتمثل بالضبط، لأنه التوانسة يعرفوها المهنة هذه ولا لا، يعرفوا التفاصيل متاعها. حبينا نعرفوا أكثر أسرار الخدمة هذه من عند واحد من المختصين واللي عندهم تجربة طويلة في البوست هذية، المدير التقني لعديد المهرجانات الكبيرة في تونس. معنا بالتليفون محمد الهادي. بالخير، مرحبا. مرحبا بك أسامة، مرحبا بكل المستمعين. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. نعيط لك ميش نورمالمون، هذه هي اللي مستانس بها. فوالا يا بي، شكرا لك اللي قبلت الدعوة نتاعنا. تجربة طويلة ميش اللي كنتي في المهنة هذه، لجانب هذا أنت أستاذ جامعي. خلنا نبدأ معاك ميش من الأول. مبروك لك الجائزة في الأردن. هكا يعيشك، يعيشك في مهرجان زرقاء في الأردن. جائزة مهرجان المسرح العربي. أي. هي جائزة أحسن إنارة المسرحية في المهرجان. تخبيا، يعطيك الصحة على الجوائز ميش. قبل هذا سؤال طول هو يتسأل التوانسة، عندهم فكرة على مهنة المدير التقني؟ ما يصعب شرح، ما برشا عباد ما تعرفش شنو معناتها مدير تقني للمهرجان ولا ولا المسرحيه ولا عرض فنون الحيه. ما عندهمش فكره بالضبط، عندهم اقرب انه تكون تقني صوت او تقني اناره او تقني فيديو اقرب شويه، اما مدير تقني صعيبه شويه باش يتقبلوه. وكان نفهموه للعباد خدمه المدير التقني شنو هي بالضبط؟ المدير التقني ساعة قبل كل شيء، أهم حاجة في خدمة المدير التقني هي أنك تحب خدمتك، خاطر إذا كان متحبهاش ما تنجمش تخدمها أصلا. أول حاجة. والمدير التقني هو اللي يهتم في العادة بكل الخصائص التقنية للعرض وإلا للمهرجان، من تحضيرات، من معناتها هو عنده مهمة تشكيل الفريق التقني اللي باش يكون يخدم على كل العروض، وهو مسؤول الأول والأخير على ظروف العرض بما فيها التقنية الصوتية والإنارة والضوء، وزاد معها السلامة، سلامة العبيد اللي جاي تحضر، سلامة الفنان اللي هو موجود على القاعتين، وسلامة الفريق اللي عنده زاد. هذه بسطة صغيرة معناتها على العمل متاع مدير تقني. معناتها كي ناخذوها بالمرحلة بالمرحلة كلها فيها مسؤولية، معناتها هي معناتها كل شيء عندك انت. هي بالاساس مسؤوليه، واهم حاجه هي في الخدمه نتاعنا هي وسع البال كما نقولوا، خاطر ما تنجمش تكون مدير تقني وما تكونش عندك وسع بال باش تنجم تكون معناتها الاله اللي تمص الغضب نتاع الناس الكل. التقنيات في العروض الحيه هي من اكثر، هي الاساسيات نتاع العمل، وديما تصير مشاكل وديما تصير بعض التعطيلات من جوانب الكل. المدير التقني هو اللي بيكون الضامن الأول والأخير لأنه العروض تتعدى بأحسن الظروف للجمهور. صحيح. لازمك تعمل طلع على المسرح قبل ما تمشيله، تشوف الظروف، وبعدها تشوف ظروف الفريق متاعك، وبعدها تشوف الماتريال متاع الفنان. معناتها يظل باش تعمل عرض لازمه خدمة. اي فيكتيف، هو ساعات راهو نقعد نحضروا في عروض بالعام وحتى اكثر. معناتها اليوم في العالم كي تبدا تمشي لحاجتك بمدير تقني ما تنجمش تزيد تقول له راهو عندي جمعه اخرى عرض وبدهم يقبلكش. معناتها ديما التحضيرات على قبل كيما قلت انت، حسب بنسيغ نوعيه العرض والا نوعيه المهرجان. ديما نقول احنا لوبيراج لازمك تكون تعرف المكان وخاصيته كل، خاطر فما اول حاجه خاصيه المكان اللي هي مهمه ياسر في تكوين العرض. معناتها كيما مثلا تاخذ انت مهرجان حمامات ولا مهرجان كارتاج في تونس، ما تنجمش تجي تحط عرض في وسطه وتلغي التاريخ اللي موجود فيه. معناتها السينوغرافيا للعرض تكون زادة حتى ان كونسيديراسيون بالفرنسي، معناتها القيمة الذاتية للمكان اللي بتعرض فيه. ومن بعد كيفاش نجم تحط العرض نتاعك في المكان هذاك بدون انه ما تحس بفما نقائص ولا مشاكل في بالنسبه للجمهور. لازم الجمهور كي يدخل يحس روحه يتفرج في عرض من غير ما يحس التقنيات، خاطر هذيك الهدف الاول والاخير، انه الجمهور كي يدخل يتفرج يحس روحه عدى وقت ياسر مزيان متفرهد ويخرج شيخ. خاطر يحس فيه باش يحس التقنيات، شو اللي يحس اللي فما اشكال.
تبقى اي معناتها لا الانسان اللي يمشي باش يتفرج في سبيكتاكل في مهرجان ولا حاجه لازم يكون هو ديجا معناتها مع الاناره مع الصون يكون فاهم حتى الفنان فاش قاعد يغني وغيره معناتها الحس يوصل له الصوت يوصل له سليم ما فماش حاجه تعرق لك الحس هذاك يعطيك الصحة بالضبط بالضبط هذيك هي العمل المتي أنا معناتها أنه أنك توفر الأرضية الملائمة للفريق الكل باش نجم يقدم أقصى ما عنده والفنان هو راهو الفنان زاد راهو إذا كان مش يلقى فريق تقني قدامه متفاعل معه يضحك يتبسم هو بيده باش يحس بك الراحة الأولية ويخلي انه حتى لو كان في ظروف صعبه راهي تتعدى معنا ديما نقولوا احنا في الخدمه نتاعنا تبسم له حتى لو كان معناتها انت تعب وميت خذ التبسيمه هذيك تخلي الفنان انه مرتاح معاك وبعد راه باش يعطي في الاخر شنو حاجتنا حاجتنا بالفنان انه يعطي اقصى ما عنده باش نجمو نوصلوا الفكره ولا الاحساس صحيح للجمهور. خلينا ناخذ في النقطه هذه ميش على حكايه العلاقه مع الفنان. فما فنانين تصعب انك تتعاون معاهم من ناحيه خاطر هو كيفاش يغني رسمي له صوته دونك الصوت لازم يخرج باهي معناتها فما فنانين حتى قبل العرض تلقاه هكا صعيب شويه في التعامل معاه معناتها يقرا حساب كبير للنقطه هذه نتاع نحن ساعات راهو كذا زي سكوب فما فنانين نقولوها الحقيقه معناتها فما فنانين متعرفش تغني ولا ما تنجمش توصل صوتها راهو وهذه حقيقه معناتها موجوده فنحن بيدنا راهو في التقنيه نقراو حساباتنا نحن كي نقراو في مثلا فنان ما نعرفوش كي نقراو في التكنيك الجزيره التقنيه نتاعو نفهموا من التقنين اللي هما جايين معاه فينا كونتكست سيد هذا يخدم فينا معناتها فينا شنو المتطلبات نتاعو فمن احساس من هذاك نعرفوا شنو بالضبط يلزمنا نحضروه باش نقراو حسابنا في الاخر المهم انه هو يكون مرتاح ويعدينا اللي حشنا به معناتها اما صحيح معناتها فما عمل كبير على الشيء هذا معناتها سورتو في الصوت معناتها فما خدمه كبيره حسب الفنان فما فنانين اخرين معناتها ما تحط له ميكرو ما غير ميكرو ساعات يغني صحيح معناتها وما تحسش حتى والفنانين اللي يجيو من برا مثلا انت اخترت نحكيوا على مهرجان مثلا الحمامات معناتها الفنانين الاجانب اللي يجيو لتونس هما يقراوا حساب الحاجه هذه خاطر هذوك نتصور يخدموا برشا زاد على الكاليتي نتاع الصوت ولا الاناره ولا الاضاءه ولا ديكور ولا بالطبيعه اي بالطبيعه شوف مهرجان طبعا مثلا كي ناخذ مهرجان حمامات يتسمى راهو ولا مهرجان كرتاج يتسمى راهو وجهتنا لبرا معناتها متوفر فيه تقنيات اللي موجوده في العالم موازي معناتها كي يجيو لتونس ما يحسوش رواحهم تقنيا بعاد على اللي هما مثلا موجود في اوروبا ولا في امريكا وهذاك علاش معناتها في السنوات الاخيره شفتوا ناس كل شافت اللي في حمامات فما معناتها فنانين كبار ياسر جاوا وعداوا العروض نتاعهم والحمد لله تعداوا في ظروف طيبه على الاخر فمعناتها هما في دائما ديما سيليكسيون تاع المهرجان هو بيدو مش باش يختار لك فنان ماهوش معناتها مش يعطيك اللي حاجتك بيه ديما فنانين مش يكونوا في مستوى عالي معناتها خاصه الاجانب طون في هذا نجم زاد نلقاو شويه فنانين ساعات اللي يجيو نعرفوهم ونحسوا بهم ونحاولوا نقدموا لهم اكثر من اللي لازم باش نجم معناتها كيما ان كود بوس معناتها باش نجم نخلطوا الاحساس للجمهور كيما هو يستنى فيه خاطر فما فرق راهو اليوم ما بين نسمع فنان في استديو وما بين نحطوه على السين فرق بعيد ياسر يمكن تظهر الحقيقه يمكن تظهر الحقيقه نتاع الفنان سور سين معناتها فوق يعني المسرح تظهر الحقيقه معناتها خاطر الناس تعرف ما عندكش ماسكويت غادي يا عندك يا ما عندكش العلاقة نتاع المدير التقني حسب كلامك توا نسمع فيك ميش نحس معناتها أنت القلب والعقل والمخ معناتها لازمك تجيري هذا الكل من الفريق من الفنان الجمهور كل شيء لازمك تكون واقف عليك تعب برشا الخدمة نتاعك ميش التعب خاطر زاد انك توفر البيهي للناس الكل معناتها يكون نحكيو عليهم الفنان الجمهور والفريق التقني راهو في الشيره الاخرى لكن نهار كل تعارك معناتها مع إدارة نتاعك زاد باش تحاول توفر الرفاهيات والاقل ما يمكن توفيره للفريق هذا كله
ديما في عركة مع العباد اللي تخدم معهم الآخرين باش نجم توفر لهم معناتها ظروف المالية. نعرف الناس الكل اللي مهرجانات ماهيش اليوم معناش ماهوش مهرجان في دبي ولا في أمريكا حق ونكره في تونس نعم صعيب باش نجم تحاول الماكسيما باش توفر اللي نجم توفره للفريق باش نجم يكون مرتاح. أما في هذاك تعب آخر باش نجم توفره معناتها في نيجوزاسيو مع مدير مهرجان مع كاتب عاد مع المال الفريق المالي زاد معناتها ماهوش سهلة معناتها اي سورتو معناتها تتعامل مع الناس الكل معناتها كان حاجة ناقصة الفريق متاعك باش تحملها انت المسؤولية ميشا بالطبيعة كان حاجة ناقصة. زاد البرمجة متاع مهرجانات ديما نحن عندنا تقليد في تونس انه نكون عندنا برمجة دسمة فيها برشا عروض وهذاك راهو يتعب الفريق التقني. الفريق التقني يقوم الصباح معناتها يبدا يخدم القايلة يكمل في الليل يبدا يعاود يحضر العرض اللي من غدوة. تعرف الإنارة ما نجموش نخدموها في النهار نخدموها كان في الليل الصوت نجمو نخدمو في النهار أما الإنارة ما نجمو نخدموها كان في الليل. دونك الفريقين هذوما يخدموا حسابين 24 ساعة على 24 ساعة ففي هذيك تكون برمجة دسمة تكون صعبة ياسر نجم توفق في العروض الكل فدي معاركتنا نحن الفريق التقني إن الحال نقصوا لماكسيما نخليوا فجوات باش نجموا الفريق يرتاح. راك علاش ديما المدير اداره المهرجان تحب ديما كل العروض كل ما تكثر كل ما تكون زاد العمل نتاعهم وهذا مفهوم لازم يكون زاد موافق للطاقه استيعاب المهرجان زاد صحيح. والكواليس هذيا ما يعرفوش العباد معناتها الناس اللي باش تمشي تفرج في سهريه ولا فنان يعرف قصتي كي ولازم يقعد في بلاصه ولازم يسمع صوت باهي ولازم ضوء باهي معناتها ما يعرفوهاش. يعطيك الصحة هو راهو هو في حجم باش يحاسبك وعنده ألف حق باش يحاسبك على الوقت اللي هو موجود فيه. ما يهموش البارح صبحت ولا غدوة باش تصبح الصباح هو عنده الحق خاص كي باش يدخل يتفرج. كيما زاد مدير مهرجان جايبك باش توفر له اللازم بالنسبة للمهرجان وللمستمع ولا المتفرج. هذيك التعب الغادي في انك تحاول توفق وديما تحاول توجد معناتها فريق كامل متكامل ويكون معناتها لهنا باش يقدم اقصى ما عنده للمهرجين والمتفرجين. وتعاملك هذا زاد مع التلامذة نتاعك معناتها انت استاذ جامعي نفس التعامل هو بيدو علاقة اخرى الحق زاد مختلفة معناتها في الجامعة هي كما نقولوا علاقة في السبيتال خلينا نقري زادة تقنيات معناتها ما نقريش ماهوش درس بيداغوجي أكثر منه تقنيات نحاولوا نمسوا الماتريال باش يعرفوا غدا كي يخرجوا يعرفوا يتعاملوا معاه ويعرفوا فالعلاقة زادة هي فيها كبس وفيها رخفين كما نقولوا معناتها أما الأكثرية في صديقة خاطر الغدوة معناتها طيب قداش من عام لي 5 سنين نقري في بوزار نابر على فكرة فتاو أصدقائي هم بيدهم يخدموا معايا اليوم ولا نخدم معاهم ونتقابلوا في الدومين معناتها وهذيك محليها العلاقة محليها العلاقة ديك اي فوالا سي سا صديق أكثر أول حاجة معناتها أنا أول عام ندخل لهم نقول لهم أنا باش نعديو جو إذا كان ما نعديوش جو ما عادش خاطر نهار آخر تنجموا تخدموا بعضكم كما أنت توا تخدم مع تلامذة ديجا أنت قريتهم أو طلبة خلينا نقولوا طلبة اللي قريتهم في الجامعات. خلينا نختم معاك ميش لهنا طموحك ميش. والله شوف ديما طموحك تحب ديما الأحسن ما عندك تقدمه ما طموحك أكثر حاجة إذا تكون موجود في مهرجانات عالمية أكثر وأكثر معنا أنك أون بو ديريجي مهرجانات أخرين برا ونخرج في تورنيات في تورنيات كبار. كانت غمض عينيك وتحل عينيك تلقى روحك مدير تقني في أنا مهرجان برشا مهرجانات. أما مش مهم الغادي أنه أنا المهم بالنسبة لي أنا أن يكون اعتراف من البرة للداخل معناتها اليوم أنا كي ناخذوا إيميلات يبعثونا ساعات المدير التقنيين المهرجانات وإلى الجروبات جاوا لتونس وبعض يبعث لك إيميل يقول لك شكرا قدمتونا حاجة كبيرة ياسر ما كناش نصوروا هذا بشيء ما يكون موجود في تونس هذاك في حد ذاته فخر لينا احنا التوانسة وأهم معناتها إنه نفسروا للعالم كامل إنه رانا قادرين
صحيح معناش القدرات معناتها الماديه الكبيره باش نجموا نكونوا ننافسوا مهرجانات كبيره، اما عندنا القلايب وعندنا التقنيين اللي نجموا يحلوا اي مشكله موجوده معناتها. يعطيك الصحة، ومن خلالك أنت نحييو كل التقنيين اللي هما جنود الخفاء الحقيقة في كل عمل فني، نلقاو ناس تخدم وراء الكاميرا وراء الكواليس. شكرا لك، بارك الله فيك ميش، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.